في هذه اللوحة نلاحظ مجموعة من المهام التي يجب على شات جي بي تي أن ينفذها، وتحتوي على قراءة لملف ثم تطبيق مجموعة من العمليات على تلك المعطيات المحتوى داخل الملف سي اس في. يتم رفع تلك المعلومات والتعليمات إلى البوابة واختيار كود انتربريتر كوسيلة للتحليل. بعد إعطاء التعليمات والتأكد من كل ما يجب أن يتأكد منه والضغط على سهم البدء، فنلاحظ تنفيذ لشات جي بي تي لكل تلك التعليمات واحدة تلو الأخرى، وكل مرة يستعمل برنامج من لغة بايثون لحل تلك المسألة التي طلبت منه. وقد تم تسريع هذا المقطع حتى النهاية، ونتابع معا كيف يتم تنفيذ تلك التعليمات بشكل آلي وباستعمال الذكاء الاصطناعي. في آخر مرحلة يتم تحرير التقرير النهائي كما طلب منه، ويعطي رابط التحميل لذلك. وهذا ينهي كل تلك القائمة من المهام التي طلبت في السابق.